تعريفات النقطة. النقطة نغرة طائر السر في بياض الخليغة، هاجس سدي الأمومة بسن اللبن، رسم المدينة في الخارطة نقطة، باتساع السواد المعلم بالحب وأمية البياض الوطن. طائر السر طار يا سادتي، استجيء القرى بسنابل مشوية بالفوانيس، يا سلام، تجيء مشغولة بالنواميس بالسادة السود والكادحين. الحزام الذي يقلم المدينة كالظفر بالفقر والمعجزات، العطن طائر السر عاد يا سادتي كي ينقر لوح البياض القديم بالسواد الوطن. الخط رسمه واضح في الكتاب، الخط رسمه واضح في الكتاب، يتثنى كأفعى في الرسم والسحر، لكنه في السياسة الخط يستحيل سنارة لاصطياد كراسيها العائمة في لجة الخلق، وفي البرق يضيء شفيفا ومرتبكا كإمضاء الوزير الممارس في الحكومات والمشارك في المجزرة، يضيء شفيفا ومرتبكا ويدبعه اللظى والسخام إن لم تفي حالة الزمجرة. المثلث، المثلث معصرة القصب السكر في الليل، والرجل مغلوب على أمره، وسرج لفارسة تمتطي شبقا وتلكد تلكد، والرجل مغلوب على ظهره، ودلتا خصيبة تلحن النبتة بين فراتين، وتغني المثلث نافذة على عالم الماء ورأسا لحراب الأعالي. الدائرة، الدائرة خاتم الحب، ما غام أورق من حمائم البر يستدير حول أنثاه حتى يكز على ظهرها. الدائرة خاتم الحب، ما غام أورق من حمائم البر يستدير حول أنثاه حتى يكز على ظهرها، ورقص الحسان على نحش أوسم العابرين الذين دانت لهم ضفائرهن بالحلم الشتائي الطويل، لكنه مات قبل وهن اجتمعنا في مأتم ريف طقوسي يودعنه. ودارت الدائرة، دارت الدائرة لغة الحرب، والدائرة لغة التواصل بلا انقطاع، والدائرة عقدة الحبل أعلى الشراع، ومركز صارت مواثيقه عدما، وشعب يحيط بأحلامه له غطره وله بالصراع، إنها صورة الثورة الغادمة. المربع، يعيش توازنه في تساوي أضلاعه وفي اقتسام المقادير بالقسط بالمليمتر وفي الثروات، إذا اتسعت مساحته اتسعت بالتساوي في الحق، وإن ضاغت بأوجاعه لا يتذمر ضلع على آخر أو جص على آجر. والمربع نافذة الغطار على المرج، والصور المتحركة رغم أنف الحديد تستحس الأقاليم بالنبت والآدميين نحو أفق بعيد. الله يا أخي. المستطيل، يستطيل على الطاولة بالطول والعرض، ويستقر على الأرض بلا قلق في الزوايا، قيل كان أصلا مربع لكنه شب بأمشاطه
كي يرى أغوار الحزن فيها دون أن يواجهني، فاعترته فاعترته لعنة الروح. المستطيل يستطيل على الطاولة بالطول والعرض، ويستقر على الأرض بلا قلق في الزوايا. قيل كان أصلا مربع، لكنه شب بأمشاطه كي يرى أغوار الحزن فيها دون أن يواجهني، فاعترته لعنة الروح، وصار يواجهنا بالزجاج الأمامي للحافلة منبريا كأنه سيد الغافلة. وله ما وشمته الجماهير بالثورات وشم الحجر. المعين اسم لمفعول يعرب على بطش سيده. الفاعل الملك المرفوع عرشه الهيكل الأدمي. والشكل المعين زخرفة الجص بالخزف المروي القديم، كبصمة فلاحة في مزارع كوش تشتهي أن تعد الطعام في الإناء المذهب، وليس لها في الطعام المذهب. المعادن كلها أصدقاء الملوك إلا حديد السيوف، ضلع المعين راحة العنق، والمعين حاجب الغصر ووصيفة الملكة ونوط الجسارة والنصر. غير أن المحب نديمي، قال المعين شكل العشيقة إن توج القلب، لكنك صورته في حالة الحرب. يا الله يا الله. آخر الأشكال المنشور هو اللفظ المهجس بالاتقاء ورائحة القلم الحكومي والمسألة. المنشور هو اللفظ المهجس بالاتقاء ورائحة القلم الحكومي والمسألة، وهو الشكل المراوح أوجهه والمشيئ للضوء كالمخصلة. استشيئوا أجداث من حملوا لفظه كالبنون، هاجسنا جلنا غير أن المضى سيعود. جل نار تكسر، جل نارا تكسر في مرايح. نكون طيبين ومترحمين وشايلين السمح للغير دي بلادي.